النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اختارت أن تحتفل باليوم العالمي للمرأة مع هيئة عاقلات السفراء العرب بالمغرب بتنظيم نشاط ثقافي تحت الرئاسة الشرفية لسيد المندوب السامي الدكتور مصطفى الكتيري بحضور سفيرة الأردن كضيفة شرفية. وبهذه المناسبة نستحضر عطاءات ونضالات وإنجازات المرأة وخصوصا المرأة المقاومة التي ساهمت في استقلال البلاد. لبنان بالمغرب، نحن اليوم مجتمعين إحياء ليوم المرأة العالمي بدعوة من جبهة التحرير النسائية. طبعا المرأة اللي كافحت وناضلت لتحصيل حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية، تحية لها، تحية لكل أم، لكل بنت، لكل ست واجهت كل المصاعب بالحياة. طبعا المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وبالتالي يترتب عليها مش بس مواجهة، مسؤولية بناء مجتمع متكامل وأولاد بحبوا يعني بيقدروا يعملوا فيوتشر ناجح. وتحية كمان من هون بوجه تحية للمرأة المغربية اللي محافظة على تراثها وعلى عائلتها وعلى ثقافتها بالمغرب وبكل البلدان. رانيا الشوبكي، حرم سفير فلسطين في المملكة المغربية. بصراحة نحن اليوم مشاركين في هذه الفعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في يوم 8 آذار، واليوم مشاركتنا من أجل إلقاء الضوء على الإنجازات والإخفاقات التي تواجه المرأة في 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 مختلف مناطق بالعالم، وأنا بدوري سوف أسلط الضوء على وضع المرأة الفلسطينية، إنجازاتها، المعيقات، الظروف الصعبة التي تواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي والمعيقات التي تؤثر على دورها وحضورها وإدماجها في عملية التنمية. جمان غريمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية. يعني اليوم الاحتفالية مهمة لأنها تكريم واحتفال بالمرأة، وتأتي أيضا من جهة مهمة وجهة تعنى بشريحة وفئة مهمة من المجتمع. الاهتمام بيوم المرأة إنما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به النساء في المجتمع وضرورة تعزيز دور المرأة بحيث تكون منتجة في مجتمعها وتساهم في عملية التنمية المستدامة، وللنساء في المجتمعات العربية خصوصية محددة كونه ما يزال هناك عديد من التحديات التي تواجهها المرأة، وعلينا كسيدات تقدمنا إلى مواقع قيادية أن نسعى إلى تكريس صورة مختلفة عن المرأة أولا، ثانيا بعث رسالة تقول أن النساء يستطعن أن يتبوأن مواقع متقدمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تنموية، تطوعية، كل هذا الأدوار التي تقوم فيها المرأة. الطموح من الاحتفال بالمرأة سنويا هو أن نسلط الضوء على المشكلات، على التحديات، إضافة إلى الحديث عن قصص النجاح لسيدات تمكننا أن يتبوأنا مواقع قيادية في مختلف القطاعات. ما نقوله في المرأة في يوم المرأة، كل عام والمرأة المغربية بخير، والمرأة الأردنية بخير، والمرأة العربية أيضا بخير، وكل نساء الأرض بخير. ونؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة لن يتم ولن يتحقق إلا بأن يكون هناك منزلة عادلة للنساء بحيث يكون شركات حقيقيات في جميع القطاعات. ثاني يوما يمكن لنا نقول بأن المرأة فرضت الوجود جميع المجالات. صحيح، المرأة تمكنت من أن تفرض وجودها في كثير من القطاعات، دخلت قطاعات كانت طالما كانت حكرا على الرجال. هناك كثير من النماذج
النسائية العربية اللواتي تقدمنا الصفوف كما قلنا، وكانت المرأة حاضرة في الأطر السياسية، في الأطر الاقتصادية، في الأطر الاجتماعية، وكذلك في الأكاديمية، وحيث أن المرأة تحضر بشكل كبير في موضوع الأكاديمية وفي موضوع المجتمع المدني، لكن ذلك لا يمنع أن هناك مسيرة علينا أن نكملها كنساء بحيث يتحقق ما نصبو إليه من حقوق عادلة تحقق التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام. بركاته الدكتورة هناء البقالي، رئيسة الجامعة الدولية للإبداع والعلوم الإنسانية والسلام بين الشعوب. نحن اليوم في فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة من أجل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي يمكن من خلالها تسليط الأضواء على إنجازات المرأة المغربية وإنجازات المرأة العربية التي حققتها على مدى التاريخ، والتي تطالب بها لحد الآن من حقوق ومن يعني متطلبات نتمنى إن شاء الله أن تفعل في برنامج الحكومي للسنوات المقبلة. ونتقدم بالشكر الخالص للأستاذة فوزية بكريان التي تمثل النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء جيش التحرير، التي كرمتني بالدعوة للحضور ضمن عقيلات سفراء الممثلين في المملكة المغربية ضمن برنامجها، لأكون من ضمن الشخصيات المكرمة. وأتقدم بالشكر لكل من حضر وسيتابع إن شاء الله معنا هذا اللقاء، وشكرا لكم.